الذهب زينة النساء، يعني يحبون زينهم بالذهب. الذهب بالنسبة لهم زينة وذخر، بمعنى أن ذهب يساوي امرأة. أول شلون طريقتهم، شلون نقشاتهم، والحين شلون نقشاتهم؟ قلنا مالنا إلا نشيل كاميرتنا ونتوكل على الله ونروح حقهم ببيتهم. سألناهم وقالوا الأحبة الذهب. الذهب يعني صديق المرأة، زميل المرأة في حياتها. يعني ماكو عندنا مرأة إلا والذهب أساس في حياتها. يعني من يوم ياهل أول ما يقضون إذنها يعطون لها ترشية ذهب، لتزوجت يبون لها ما أدري يسمون هذه هم ذهب، وهي عاد الله خير بعد لما تزوج ما تقصر تمر سوق صاغة وتشري ذهب. بنات اليوم يمكن يعرفون نوع من دقات على ما يسمونهم، مثل كرسي جابر، تاتشر، البطاقة، أسامي غير اللي يعرفونهم أمهاتنا وجداتنا. يعني من الشغلات مثلا اللي أمهاتنا وجداتنا يعرفونها مثلا هذه المرتهش، هذه المرتهش، ها يعني الأشياء الجميلة اللي كانوا يعرفونها جداتنا. علشان نبحر في بحر الذهب ونعرف شكو وش ماكو، استضفنا لكم الحاج عبد الصمد الأربش أبو عبد الرزاق، حياك الله. الله يحييك. قبل أن نبتدي على الحكي عن الذهب بحكي عنك، ها؟ كم عمرك الحين مع الذهب؟ يعني من بديت تشتغل بالذهب إلى الآن؟ حوالي سنة، فوق العشرين سنة. فوق العشرين، فوق العشرين سنة. شلون أخذت الوظيفة دي؟ يعني شلون تعلمتها؟ وظيفة كان من يوم أنا صغير ويا والدي أرشلون، يعني أشتغل معاه وعاونه في المحل في الدكان، أرشلون بالسياقة أرشلون، وتميت يعني هذا أتعلم منه المهنة، أرشلون مثلا شلون يشتغل، شلون يصوغ، شلون يصب، شلون يبالش الذهب مثلا، أرشلون أول يقولوا له حمره، يحمرون الذهب، يحمرون الذهب، أرشلون مثلا يعطينا أشياء مثل المضاعد هذه، يطلع أول ما يصبون الذهب ويسوونه يصير أسود، يعطينا يا إحنا مثلا أكو مواد عرشلون يسمونها حمض، اللي هو صبار مثل مال الهند هذا، يذبون الذهب هذا الأسود ويطبخونه على النار عشان ينظف السواد هذا منه، وبعدين نجيبه بروش نضربه مع الريتة، عرفت شلون؟ حتى ينضف الذهب. يعني الأول غير الحين، الحين في مكاين، هذه بداية إيش اسمه الذهب. الذهب عقب ما ينضف هذا عندنا نقشات سمبج، ممكن أجيبها نقشات شنو؟ سمبج نضرب هذا المضعد فيه. شنو السمبج؟ هو على موجب اصطلاحنا مثل المفراس أو القلم الحديد، في نقشة في رأسة مثلا نبيها مثلا وردة أو مدورة أو مستطيلة، نضربها بالقالب هذا حتى تطلع على وجه المضعد. إيه. وبعدين البولشة عرشلون في مصقلة بودر أحمر حتى نطلع الذهب أحمر هالنمونة. بالنسبة للأولين طبيعي ما لحقت عليهم، ممكن الوالد قال لك عنهم، من هم اللي كانوا مشهورين يعني اللي مسكتين في الذهب؟ والله كلهم كويتيين عرشلون، بس يعني مو ناس واجدين كان في ذاك الوقت، مثل ما تقول بالأربعينات والخمسينات
عرشون هم اللي هذول ولا كان هم قله لان كله يشتغلهم بالايد عرشون وهذا. منهم تسمي باساميهم تذكرهم؟ حسين العربيش، علي العربيش، ناصر العربيش، حسن العربيش، عبد الله البادر، حسن المصري. تبيهم كلهم؟ اللي تعرفه. طيب حسن المصري، ناصر المصري، يعني يسوي تقريبا 25 نفر 30 نفر بس اكثر شيء يمكن تقريبا 25 ل 30 نفر. من ساعه وانت تسولف عن شلون يسوون الذهب قلت هذا عن المفراصه وهذا ايش سميته؟ اسمه سنبج. السنبج. احنا اصطلاحنا نقول له سنبج. شنو يعني الالات لو تسمين الالات اللي تستخدمونهم اصطلاحكم انتم؟ ايه هذه الالات سنبج عارف شلون؟ ايه وبعد؟ والطبعه اللي هي اول يمدون الذهب ممدود طق على الطبعه حتى تطلع النكشه هذه. زين وبعدين يردون عرشلون ينظفونه بالحمض والاشياء هذه في اشياء عرشلون. وبعدين في بروش نحاس ناعم يسمونه مشعره شعر، يسمونه مشعره شعر اصطلاح الاول. اصطلاح اي نبي الاصطلاح الاول اصطلاحهم يقول مشعره شعر هي صفر. هذه كانوا يجيبونها من الهند عرشلون ويحط ريته مع الماء في الماء ريته ويضرب البروش بالبروش حتى ينظف الذهب ويطلع له منظر يعني يطلع لماع. وشنو هي بعد الالات الثانيه غير عقبها؟ هي اكو بودر احمر على شلون يحطونه على جلد. اي ابي تسمي الجلد شو اسمه؟ الجلد هو اصلا الجلد هذا مال خروف مدبوغ وهذا منظف يحطونه على خشبه مربعه يحط على البودر هذا الاحمر وقوم يصقل فيه الذهب. شو تسمون هذه؟ مصقله. مصقله اي هذه تقوم على شلون يفور يلمع يلمع وتالي يصير الذهب احمر. هذا اخر شيء. اخر شيء. وفي مصقله حديد عقب ما يخلص من الاحمر هذا يقوم يضرب الذهب كذي عرف شلون يصقل فيه هذه المصقله الحديد. يسمونها مصقله حديد. وهذه مصقله يلد ومصقله حديد. نرد نعيدهم مره ثانيه كلهم بالترتيب. ايه؟ المفراس سمينا سمبج. سمبج. ايه؟ واللي وراه طبعه ايه؟ وبعد بس هذا حق الطبع. ايه والمصقله ايه؟ والمصقله ايه؟ في مصقله خشب وفي مصقله حديد. وال مالت شو اسمه البروش هذه بروش هذه شو اسمه مشعره نحاس. مشعره نحاس ايه. ابو عبد الرزاق نعم في البدايه انا سمعتني اقول ان اكو تسميات بالذهب يعني ايه؟ مثل ما قلنا اللي سميناهم في البدايه. ايش كانت الاسامي اللي كانت موجوده؟ شنو الاسامي الموجوده الاوليه؟ ايه يعني مثل ما شفنا قلنا هذه اللي طلعناها في البدايه يعني لازم ناشر عليها. ايه هذه شو اسمها؟ قلنا هذه مرتعشه. مرتعشه ايه. هذه المرتعشه. زين عندنا بعد شنو غير المرتعشه اشياء اول يسمون لها اسامي؟ اكو مثل المرتعشه الصغيره يسمونها ام السمك. ام السمك اي يا طبلات يصير سته إيه؟ وطبله كذي مربعه تحت هذه يسمونها ام السمك. هذه بعد قديمه بس الحين مو موجوده بالسوق لانها ما لها رغبه. ما حد يرغب فيها ما يسوونها. والهامه. الهامه. الهامه هذه الهامه هذه الهامه الهامه عفوا الهامه هذا الهامه عرفت شلون؟ هذه فيها الله يسلمك بدايتها اول هذه يسوونها مربعات وبعدين يقلبون سيم يبرمونه مثل الخيط يسمونه تكاسير على موجب اصطلاح الاولين يسمونه تكاسير. تكاسير يركبونه على هالمسطحات هذه المربعات ويلحمونه زين يذبونه يصير اسود هذا هم بعد يردون يذبونه يا في الحم او بالشوره يسمونه شوره. شوره. شوره هذه تطبخ هم تطلع لون الذهب عرفت شلون؟ توخر الاسود
يطلع لون الذهب اصفر. اكو شغله هناك ذاك الصوب وعبد الرزاق. نعم. شو اسمه؟ هذا هذا الله يسلمك هذا بنجل. 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 اي. هذا بعد قديم. هذا قديم. اي نعم. هذا يلبسونه باليدين ولا بيه؟ لا باليدين هذا. طول عمرك. شوف هذا الحين بربعي. اي. شلون؟ عجيب. بس يعور هذا فيه. بعد هذا موديل الاولين هذا مسوينه هالشكل. بس لابسينه يعني في ذاك الوقت وايد لبسون منه وموديله حلو يعني حتى اللي ردوا عليه. بس يعني شو اسمه يقزز وسؤال. يعني لا هو يا موديله كذي. اكو انا خابر شيء يسمونه مقمش. اي نعم. شنو المقمش؟ هذا المقمش. هذا المقمش القديم ولا الحديث؟ هذا القديم بعد. هذا القديم. اي. وهذا هذا شنو؟ هذه مكتوب عليها بس انا. اي. هذه خويصات. خويصات. خويصات هذه. هم بلدين هذه بلدين طول عمرك هذا خويصه هم بعد قديمه ما تتول هذا الا سهلين اعرفهم تراجين تراجين هذا الكتبات افا إيه؟ هذا الكتبات شلون الكتبات ينحطون بالشعر عارف شلون يحطون اثنين او ثلاثه يسمون الشعر يعلقونهم عارف شلون يسمون كتبات كتبات انا احسبهم تراجي لا عفوا لا كتبات اي على قولهم بالشعر. اي اكو شغلات لذيذه ذاك الصوب بس ما ادري ايش اسمه بعد هذه 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 هذول خرار يسمونهم خرار شو اسمه بالعبات اول اضرب العبات عارف شلون؟ يحلقون واحده مني في العبات. وحلوه يعني تطلع بدل ما ان يحطون الزر وما شنو يحطون الذهب هذا يحطون الذهب وايد حلو جميل اي بس هم قديم يعني وايد قديم هذا قديم ها اي نعم وهذه شنو اللي بيديك؟ هذه تلول تلول؟ اي تلول هذه يعني هذه على الصدر تنحط لا هذه لا هذه يحطونها كذي على الشعر هم على الشعر بعيد؟ على الشعر يعني ما شفت ماذا في المسرح وهذا إيه هذا اللي الأولين هذا ولا بس يعني شفتهم على المسرح حديثا يعني مو إيه لا هذا فيه سلمك الله أكسسوارات والأشياء وتقليد على هذا مو الأصل يعني هذا تلول ها؟ إيه وهذا سميته؟ هذه خلال عارف شلون هذا العبات خلال العبات إيه أمان عاد هذه بصير راهي عليها وأنا متأكد هذا الحزام هذا الحزام القديم الأولي هذا حزام إيه نعم قولوا ما أعرف الذهب إيه لا هذا الحزام هذا الحزام القديم الحزام القديم بطاوس بطاوس سمونا إيه. بطاوس هنا بس في بعد نقشات ثانية قديمة غير موجودة يعني اليوم يمكن في ثلاث أربع أنواع نقشات بس هذه أقدم من النقشات اللي موجودة يعني. إيه نعم هذه واحدة من القديمين فهل كانوا الصاغة أول متخصصين يعني كل واحد له شغلة كذي؟ والله وإذا أكو فعلاً أنت تعرفهم؟ اسمهم الله يسلمك ناصر المصري ونجم المصري وواحد من عيال الخيرس عرف شلون؟ علي الخيرس الله يرحمه وأي واحد من الخيرس هذا اللي أنا أعرفه واللي ما يشتغل حجول يعني متفوق في شغلهم وشغلة نظيفة والأربش باعتباركم مشهورين في الذهب شنو اللي أنتم متخصصين فيه؟ والله كان إحنا متخصصين في أي شغلة يعني إحنا ما جميع الأشياء عارف شلون متخصصين فيها ماكو شيء معين يعني ماكو شيء معين كان سلمك الله بالأول عندنا حريم تبيع حريم تبيع عارف شلون تقعد قبال الدكان وعندها مطبقة معدن أنا أعطيها وهذا يعطيها وذاك يعطيها وهذا يعطيها وتحطها في المطبقة عارف شلون تقعد قبال هذا ويونا الأحريم يشترون منها عاد فيها تشكيلة أنا أعطيها البادر يعطيها فلان يعطيها وتحط ويونا الأحريم يشترون منها كان أول ما عندنا معارض معارضنا الحريم اللي تبيع اللي تقعد قبال الدكان عبد الرزاق في النهاية شاكر لك حياكم الله حاضرين وحلة البركة عسى الله يطول عمرك الله يطول عمرك حاضرين وحلة البركة مع الذهب
شفته من ساعة. الشكل القديم الآن الشكل الجديد أو الحديث. أول يغنون غناية ما نقيلها كلها بقول تيفة منها، يقولون يا حال يغنونها، يقولون ويابوا لها القوقب وقالوا البسي وقالت ما البسه ولا يهمني ولا يهمني الا اخوي زين الشباب عنده قلم فضه ويكتب كتاب وعنده عروس له على ركبته يمسح بسايلها حبابي حباب. هذه يمكن من اجمل الاشياء اللي كانوا يغنونها عيالنا. الذهب مثل ما قلت لكم الرد، لكن احنا نتحدث عن الذهب اول وشلون دقاته وشغلاته. اختلف الوقت ها، مثل ما قال العم ابو عبد الرزاق سنين الدبس راحت. الان الدقه الحديثه او التفصال الحديث او ما يعني شغلات الذهب ما اعرفها. على العموم ضيفي وضيفكم شاب يزاول هذه المهنه اسمه السيد زيد عيسى العطار. الله بالخير ابو عبد العزيز. الله بالخير. شلون بديت السالفه هذه؟ طال عمرك بعد ما خلصت الثانويه 73 اجبرني الوالد الله يرحمه اني اشتغل في شغلات الذهب على اساس ان الشغله ما تروح من عندنا وتروح حق يعني غربه، ولا يجب ان نمسك الشغله هذه. فاجبرني اذكر يعني، لكن بعد فتره من الكره لها وعلى اساس انها جبر حبيت الشغله وصرت يعني ازاولها وهاويها كمان في نفس الوقت. انت اشتغلت غير الشغله هذه؟ لا ما اشتغلت ابدا. شيده من المدرسه من الثانويه للدكان. نعم والله خوش يعني ما مريت بوظائف ثانيه. اكو احد من اهلك غير والدك يشتغل في الذهب؟ نعم نعم. طال عمرك ابوي كان يشتغل بشغلات الذهب، وجدي يوسف خريوط الله يرحمه كان يشتغل بشغلات الذهب كمان باللولو والصياط وكذا. فاحنا عائله يعني متمرسه بشغلات الذهب مغلفه بالذهب. نعم. صياغه الذهب سابقا يعني كانت صعبه لان العمليه كانت تتم يعني في الدكان. الان هل لا تزال صعبه؟ طال عمرك الحين لا، الحين المساله اختلفت، اصبحت هناك في ورش واصبحت هناك في مصانع منظمه مرخصه من وزاره التجاره. المصنع يكون الحاله في مكان منعزل عن المحل، والشغله هذه سلمك الله تدري فيها روائح وفيها سموم وفيها كذا، فمجبور ان الانسان لازم يطلع برا بعيد عن المحل والا يصير في تسمم بالنسبه حق الابخره. شو اللي تطور الحين في الصناعه؟ والله تطورت اشياء كثيره حقيقه في صناعه الذهب، خاصه في شغلات الذهب. تدري اول كانت المواد بالنسبه حق شغلات بسيطه وكلها بالايد صعبه. الحين دخلت عليها التكنولوجيا ودخلت عليها الصناعه الحديثه والكمبيوتر كمان، يعني صناعه متطوره جدا. انتم تجيبون ذهب من ايطاليا وبلجيكا وامريكا وما ادري وين، مع العلم في البحرين اكو ذهب وفي الكويت اعتقد اكو ذهب تصنع. ايش معنى انتم تجيبون من هناك؟ نعم، من ايطاليا نجيب ذهب مصيغ اللي هو عيار 18، لان صناعتهم متفوقه كلش ومتطوره وفي موديلات حقيقه تصعب على الايد انها تشتغلها، فتكنولوجيا هم متقدمين كثير. نجيب من عندهم كميات كبيره، بس بالسوق الكويتي كمان في بضاعه من البحرين وفي من دبي وفي من الهند. لكن ما اخفي عليك سر اذا اقول لك هني في عندنا شغل وصياغه قاعد تطلع متفوقه جدا جدا، الى درجه ان في بعض الدول الاوروبيه او في ناس يعني متخصصين يجون ياخذون من عندنا شغلات يودونها اوروبا، امريكا وفرنسا وسويسرا، لان هناك في اصبحت شغله عندنا بالنسبه لنا دقيقه وفي منتهى الدقه وفي منتهى الروعه. الحمد لله. نعم. هذا شيء ونس. نعم هذا شيء يعني شيء نعم. ويا ابو عبد الرزاق عندنا سولف ورانا
أشكال وتسميات، يعني مثل قبقب، مثل الهامة، مثل وايد سوالف محافظها. التسميات الحديثة شنو تسمون انتو الحين التسميات؟ شنو التسميات؟ أنا أشوف وايد ذهب قدامنا، ها؟ بس ماني عارف اسمه. يا ليت بس أنا وأنت الحين، ها، تقول لي الشيء وتسميته، يعني يعني هالشغلة الزينة هذه الوايد، هذه الوايد، الوايد هذا شو يقولونها؟ ما أعرف حق الذهب، ما أعرف حق الذهب وايد كذي عدل؟ لا هذه طال عمرك تلمسك كذي وتلبس على الصدر على أساس أنها شبكة، شبكة توزن حوالي كيلو 100 جرام. ففي بعض الشرايا اللي يشترونها جماعتنا في أهل الكويت هني يشترطون أن يكون من بعض الشرايا يكون هالدقة هذه أو هالصياغة هذه، فيعني حدود الكيلو كيلو 100 جرام هذه. شو اسمها هذه؟ هاي يسمونها كرسي جابر. كرسي جابر، أي دقيت كرسي جابر. دقيت كرسي جابر. إنزين خلنا بعد ننتقل حق شغلة ثانية، ها، هم لها اسم. أنت عاد الحين تصرف معرفتك، ها؟ نعم طبعا. هذا مثلا شو يسمونه؟ شغل الكويت. تلاحظ فيه مدى الدقة اللي فيه ومدى النظافة الشغل اللي فيه. هذا يسمونه مزنط. طبعا من الذهب العيار 21 وماخذ اللون المطفي. ليش اللون المطفي؟ لأنه ما في تلميع، مو ملمعة يعني، ما في أشياء بتلمعة، فيطلع اللون مثل ما هو، مثل اللون عيار 21. وهذه الأشياء الجديدة اللي الحين يعني حقيقة الناس قاعد ترغب لها وتشتري فيها. نعم هذا يسمونه مزنط. مزنط، هذا مزنط لازم نحطه بالرقبة. أكيد أكيد مزنط نحط على الرقبة. هي من زنط. نعم الواحد يزنطونه. هي من زنط. هذه شنو هذه؟ هذا السوار مع المزنط على عليك. تلبسه طبعا على ايدها ومعها تراشي. هاي تراشيه، هاي تراشيه يلبس. ايوه والخاتم ماله يصير مثل الشبكه الكامله. يلبس الشبكه كامله. نعم طال عمرك. وفي عندنا سلمك الله السوار هذا. شو اسمه؟ قول لي اسمه. هذا طال عمرك سوار يقولوا له مثل السد العالي قبل، بس يقولون يعني طريقه ثانيه اللي هو يقول لك سوار ابو حزامين. ابو حزامين اي مثل السد العالي قبل، اي بس بطريقه ثانيه. اي هذا يجي السد العالي وانا ما قد شفته. يجي مع الخاتم ماله طال عمرك. اي وهذا وهذا مال الطخم. هذا يجي مع الطخم. الحين انا قاعد اوريك اياه مو خالص شغله. على اساس انه يقول لك شلون الطريقه. انا اول طخم اشوفه كذي يعني اسود. هذا جبناه من الورشه طال عمرك على اساس نقول حق الناس شلون يبتدي شغله. يعني شوف هذا لونه اصفر وهذا لونه اسود. لما يدخل الذهب تحت الشغل وتحت النار يصير اسود، بعدين نحطه في ماده حمضيه وتنظيف ونظفه بدون تلميع، بدون تلميع يطلع على لونه الاصلي اللي هو لونه اصفر، فيسمى بالمطفي. هذا طخم كامل يعني، كامل هذا مع تراشيه وسواره. خوش. خلني اوصل لك الصوب. هذا شنو؟ هذا حزام، مو مثل الحزم القديمه. لا طبعا دخلت عليها اشياء كثيره. يعني هاي الحزام الحين مثلا وزنه 450 جرام وملمع، ملمع ويلبس مع الدزه. يعني مع الشرايا اللي تنشري، ينشري كرسي يابر وحزام وغيره. فهذا كمان تلبسه العروس او اللي تبي تشتري، وزنه حدود 430 جرام. شغل طبعا الكويت، هذا كل اللي تشوفونه كله شغل الكويت. وشغل نعم شغل الكويت. نعم زين خلينا نوصل. هذه شنو هذه؟ الشغلات الجميله هذه. هذه حقيقه ترشيه من التراث العماني، بس احنا شفناها يعني حلوه وكذا ومطلوبه، فسويناها عليها يعني نفس الشغل. تلاحظ فيها شلون دقيقة ونظيفة، يعني كل هذا شغل إيد، ما تدخل فيها المكاين، ما تدخل فيها التكنولوجيا، فتطلع يعني بضاعة نظيفة وشغل نظيف، ما يبين اللحين فيها، ما يبين الأشياء الثانية اللي. والمصباح هذا؟ هذا طال عمرك هذه يسمونها سبحة. سبحة طبعا هم شغل الكويت هني، وش اذا تشوف طالع شلون شغل نظيف، يعني نظيف لان شغل الكويت اصبح يعني اليوم. بس ما له اسم غير سبحة. لا يسمونها سبحه، هذه السبحه، وداخل فيها حجر اللي هو الاونكس، الاحجار الاونكس. هذه الملابس هذه الملبوسه الحين، يعني هذه البنات الاشياء الحديثه، الاشياء الحديثه يلبسونها عليها. وهذه طال عمرك هامه، لكن هي قديمه. وتلاحظ ان
شغلتها يعني عفوا مو مثل الاصليه، مهما يكون ما نقدر نسوي مثل القديمه، لان القديمه لها ناس متخصصين يشتغلونها، ايده ماخذه على على يعني شغله معينه.